شي مرة تعال على الوقت شريك. وانت عطيني العنوان مزبوط، ما بعرف لوين جايبني. اذا بقلك انت ما بتجي. بيت مين هون؟ قلي اللي شوف. هذا بيت اسكندر. انا راجع شريك. بلط شريك، ما صار لي زمان مصلح علاقتي مع داود تتر أغلو. بتشوفها أنت حلوة أوسع صهره. إيه مندبر له صهر شريك. يموت اسكندر أنت بتاخدها، إذا ما بتاخدها أنا باخدها. ما بيعطيك بنته. ليش؟ شو بينقصني عنك؟ عندك زيادة. علي ماتي. إيه انجي عنده ولد حلو كتير. علي ماتي بيكسر له أنفه لهذا الولد المنعنع. معلم على الباب في صف ضابط طالب يقابلك ضروري. خير؟ معلم وقفت سيارة السجن وهو نزل منها. قال لازم احكي مع المعلم مراد علمدار. دخلوا لجوا. قال ما بيحسن يترك السيارة. هيك؟ قائدنا طالب يحكي معه. مين قائدكم؟ مقابلتكم بالسيارة أحسن. يا ابني نزل لي شوفير. في حكي لازم لك يا. كنت بجي بزورك بالسجن، ليش عذبت حالك؟ أنا ما رح أقعد بالسجن ولا دقيقة واحدة. هني رح يطالعوني من جوا. شلون بدها تصير هاي بقى؟ لا تهتم شلون بدها تصير. فيلر دبر طريقة رسمية. والله وقعت بحضنه يا اسكندر المستقل. لا تشتغل فيني هلأ، أنا جاي لهون لحتى أتفق معك. أكتر شي أنت بتريده بهالحياة إنك تقتلني، ما هيك؟ ما عندي طلبات صغيرة مثل هدول. إذا بتخ كل عمرك بالسجن بكفيني. اسمعني أنا مليت من الأمريكان والإسرائيليين والأوروبيين كمان. إذا بدك كلهم بيوعدوك بشي، الشي الوحيد اللي بيفكروا فيه هي مصالحهم واللي بيخدموهن كمان مثلهم داود ورضوان ومحمد فكرت كمان. وهدول قعدوا واشتغلوا جوات الدولة وبراتها. هذا الحكي احكي للشرطي اللي اخذك على السجن، ليش عم تحكي لي اياه؟ عم بحكي لك لاني بدي منك تمحيهم كلهم. في اوامر تانية؟ لو سمحت انا عم بحكي معك عن جد. بدي اجمع هدول اللي عديت لك اياهم كلياتهم وراح رتب اجتماع وفيلر منجيبه. قتلون انت وقت الاجتماع.
إذا حب الوطن عندك كبر خدوم وطنك وموت بسبيله. مشكلة ما بتنحل إذا متت. أنا رح كون كمان بالاجتماع. روح قتلني معهم. اسكندر أنت شو بدك؟ بنتي، بدي منك تدير بالك على بنتي طول عمرك. ما عندي غير هالبنت. هالمسكينة تعذبت كتير بسببي وما إلها ذنب. إذا أنا وقفت ضد هدول الجماعة بيعرفوا كيف وشلون بيحرقوا لي قلبي. وما في حدا أبداً غيرك قادر أمن بنتي عنده. أنت أصدق واحد أنا عرفته. لا تفهمني غلط، أنا لهلأ ما بطيقك، بس بدي هالمعروف منك. أنت ادخل على السجن واطلع وبعدين منشوف. طيب إذا طلعت من السجن توعدني؟ ما بعطيك هذا الوعد إلا وقت اللي بدي حط مسدسي براس واحد واحد وقوس. بدك توعدني بنتي رح تضل عايشة طالما انت عايش. انت اوفي بوعدك، وحتى لو انا متت بنتك رح تكون بأمان لآخر عمرها. وعد. حاضر معلم.